اهلا بكم فيديو جديد من قناه 5 minute practice. معاكم خالد محي الدين, والفيديو ده فيديو مختلف وجديد و I'm very excited. زي ما بعض الناس لاحظت المايك اللي انا شغال بيه باظ, فاضطريت ان انا استخدم الهاند فري بتاعتي, وطبعا مش بتطلع يعني الجوده المطلوبه او اللي احنا معتادين عليها يعني, وكان لازم ان انا اشتري مايك جديد. فعشان كده قررت ان انا اخش على موقع سوق علشان اخش اعرف ايه المايكس الموجوده وايه الحاجات اللي ممكن استخدمها وهكذا. فقعدت ادور, وبعد تدوير وشويه عرفت ان انا هشتري مايك معين اللي هو البويا, وقررت ان انا هشتري من نون مش من سوق. تعالوا نشوف ليه, يلا بينا. الفيديو ده يا جماعه هيكون انبوكسنج وريفيو للحاجات اللي انا اشتريتها, وهيكون في نفس الوقت توضيح لتجربه الشراء من موقع نون, وهل هو يستحق فعلا انك تشتري منه ولا لا, وايه الحاجات الحلوه اللي فيه والحاجات الوحشه اللي فيه وهكذا. وده مش اعلان, دي مجرد تجربه, وانا حبيت ان انا اعمل الفيديو دوت لان انا اكسايتد جدا. فيلا بينا, خلونا نمسك اول حاجه معانا وهي البوكس دوت. مبدئيا انا عاجبني جدا الباكجينج, هو مش كله علب كده, في حاجات بتبقى محطوطه في شنط, بس الباكجينج نفسه كويس جدا, ويعني الجوده بتاعتها حلوه جدا, فالحاجه مش هتتكسر ان شاء الله يعني. لو هي موجوده فيها والناس حافظه عليها فهتبقى كويسه وفي امان. ده الفليكسبل هولدر, المفروض اللي هو بتاع الموبايل اللي هو بيبقى بمشبك وبتحطه في الترابيزه من هنا مثلا, وبتقدر تحركه براحتك. فانا جبته لان انا هحتاجه في بعض الحاجات, ولكن مش قوي بس انا هحتاجه. فتعالوا كده نفتح ونشوف ايه اللي بيحصل. يلا بقى نعمل زي بتوع الانبوكسنج ونبدا. بعتذر للناس بتوع الانبوكسنج ان هم هيقعدوا في البيت. تعمل ايه؟ اكل العيش مره يا جماعه. اجين دي المفروض, انا بصراحه كنت فاكر ان هي خفيفة, يعني انا كنت فاكر ان انا هعمل كده الاقيها التانت على طول, بس لا, ناشفة يا جماعة, ناشفة بحيث ان هي تتحمل الموبايل ايا كان هيتعمل فين او ازاي. تعالوا كده نركبها. طيب مبدئيا يعني الخامات بتاعت البلاستيك هي مش حلوة خالص, ضعيفة جدا ورديئة جدا, فهي ما تستحملش ان يعني حد يتعامل معها بعنف. عايز تتنيها, اتنيها من الحديد ده نفسه او من السلك ده نفسه, اوكي, ومشبك ده بيثبت كده في الترابيزه, وسعرها 23 جنيه بس. عايز اقول لكم ان انا جربت احط الفليكسبل هولدر دوت على الترابيزه ومثبته فوق بحيث ان انا احاول اجيب لكم زاويه من فوق, بس هو في عيب خطير ان هو بيتهز, يعني هو مش ثابت خالص, هو بيتهز. فاللي هيستخدمه ما ينفعش يحطه على الترابيزه اللي هو هيستخدمها, لان الصوره مش هتطلع حلوه معاه خالص وهتبقى مهزوزه على طول. تعالوا نشوف الحاجه اللي بعد كده. تاني حاجه معانا هنا حاجه اسمها فليكسبل اوكتوبس ترايبود, حاجه زي الجوريلا بود كده, بس يعني على صغير شويه. تعالوا نشوف كده, نفتح تاني نفك بحذر شديد جدا جدا عشان الحاجه اللي جوه ما تبصش. كل ده عشان دي, هو الموضوع طلع اصغر ما انا تخيلته. هو البتاعة دي مهمة جدا, انا شاريها عشان البتاعة دي. البتاعة يعني ملمسها رخيص جدا برضو, تعبانة جدا يعني, وده شيء ما يهمنيش في حاجة لان انا اصلا مش عايزها, انا عايز دوت. المفروض ان انت بتقدر تحركها باي طريقة انت عايزها, بتتحرك معاك في كل الاتجاهات, وبتقدر تثبتها باي وضع كان, اي وضع انت عايزه فيها. سيبكوا بقى من كل الهري ده, خلينا نخش على المنتج الرئيسي بتاع النهارده وهو المايك. اهم قطعه عندي واهم قطعه غالبا لاي يوتيوبر مبتدئ او غير مبتدئ, لان لو الصوت بتاعك وحش الناس مش هتسمعك, ممكن الكواليتي بتاعت الصوره تبقاش قد كده, لكن الصوت لازم يبقى كويس. نفتح ونشوف, برده محطوط جوه كيس او شنطه مقفوله, شنطه مقفوله. ليه مش بتغلف؟ ده اهم من التاني ان هو يتغلف باللي هو بتاع اللي بيطقطق دوت, يعني ده شيء مهم جدا. المايك في علبه صغيره شيء جميل. اوكي, هو ده المايك, هذا هو مايك بويا ام 1, مش عارف بي واي ام 1. نايس. اوكي, ده ورق مش مهم خالص بالنسبه لي,
خلينا نخش على القطع الرئيسية. انا عجبني الشنطة اللي هي فيها دي، كيس دوت يعني ذات نفسه ممكن يستخدم في حاجات حلوة قوي، بس كيس نظيف حلو بويا. اوكي بسم الله. اوكي خلاص كده خلاص. طيب دي كل محتويات العلبة بتاع دي، ملهاش لازمة دي عشان بس تقريبا ما يبوظش او ما يعملش ريحة حاجة زي كده. حجر مش عارف الحجر ده ليه، المفروض ان هو بيتوصل بس هو جاي معاه حجر. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نشوف مواصفات المايك دوت. اولا انا عجبني جدا السلك بتاعه، دي اهم حاجة ممكن اي حد يبقى نفسه فيها وبيتمناها. سلك المايك ده يا جماعة تقريبا 6 متر، يعني انا ممكن احطه في الأوضة التانية واجي اصور هنا. وفي هنا سويتش لو انا عايز اعلقه يتعلق في اي حاجه هنا، وفي سويتش يعني اون واوف بدل ما انت تقعد تحطه في الكاميرا وتشيله. وبالمناسبه لازم يكون في السوكت بتاعه يكون في الثلاث شورات دولت، انا مش عارف ايه اسمهم بصراحه، بس هم يعني كان في مثلا حاجه للسماعه وحاجه للمايك، لان مثلا الموبايلات واللابتوب اللي بيكون فيهم عشان تركب الهاند فري هي بتكون سوكت واحد بس. بس لو مثلا رحت عند البي سي بيبقى فيه سوكت للسماعه وسوكت للمايك. لما تيجي اشتري المايك اللي فيه ثلاث شورات لو هتستخدم الموبايل بتاعك. والجميل في الموضوع هنا ان هم جايبين لك الوصله دي، تقريبا الوصله دي علشان تركبه في الكاميرا لو انت عندك كاميرا دي اس ال ار تقريبا. مش عارف شكل الوصله بتاعتها ايه بس اظن ان هي دي اهي، وبتركب في كذا حاجه يعني ليها طرق، ليها حاجات بتركب فيها. وده الفلتر بيتحط في المايك هنا. الفلتر دوت مش بيمنع النويز بس هو بيخلي الصوت ما يرشقش كده، عارف انت في حروف كده الحرف لما بتيجي تنطقه زي حرف القاف مثلا ما تحسش بان هو بيخرم ودنك كده لما بيتقال. فالمفروض ان ده بيركب هنا، وده المشبك بتاعه عادي بيتعلق وبنبدا نسجل. شيء جميل يعني، تعال نجربه. ودلوقتي بقينا شغالين بالمايك البويا ام 1 او البي واي ام 1. بصراحه انا مش عارف فرق الصوت عامل ازاي لان انا ما جربتوش او ما سمعتش الصوت، اتمنى يكون بيسجل اساسا، لان هو لو ما بيسجلش فدي هتبقى حاجه وحشه جدا يعني. خلوني بقى اكلمكم عن تجربه الشراء ذات نفسها من الموقع. في الحقيقه لما بتيجي تدور على حاجه ما بتلاقيش اوبشنز كتير منها، يعني من الحاجه الواحده ممكن ما تلاقيش كذا حاجه، على عكس مثلا موقع سوق او موقع جوميا ممكن تلاقي حاجات كتير قوي من المنتج الواحد. بس هنا في مشكله ان هي بتبقى اسعارها متفاوته جدا. فالميزه في نون ان السعر بيبقى مظبوط او بيبقى مديك الافريج اللي هو اي حد بيبيع بيه، مش هتلاقي سعر اوفر ولا هتلاقي سعر تحت خالص. بيعملوا على طول خصومات وكوبونات وحاجات حلوه يعني للناس اللي بتحب تشتري، والشوبينج حاجه جديده كل شويه شغاله بالنسبه لها، فهتوفر كتير لو اشتريت من موقع نون. الميزه الرهيبه اللي هتحس بيها لو اشتريت حاجات كتير من موقع نون هي مصاريف الشحن. يعني لو اشتريت 10 حاجات من موقع نون والعشر حاجات دول من 10 محلات مختلفين هتدفع 20 جنيه بس مصاريف شحن عليهم كلهم. بس لو رحت موقع سوق واشتريت نفس العشر حاجات بس موجودين عند محلات مختلفة او يعني البياعين مختلفين، فهيحاسبك على كل قطعة بمصاريف الشحن بتاعتها، الا اذا موقع سوق نفسه كاتب لك على حاجة ان الشحن بتاعها مجاني، ففي الحالة دي مش هتدفع عليها حاجة. فدي ميزة هايلة هتحس بيها في فرق السعر لو بتشتري كذا حاجة من نون. التصفح في الموقع ما فيهوش مشكلة، بتلاقي الحاجة بالسهولة اللي انت عايزها، التعامل سهل، يعني الخطوات عشان تشتري الحاجة برضو ما فيهاش اي مشاكل، هتلاقي الموضوع سلس وبسيط، بتدخل العنوان بتاعك بكل سهولة، بتطلب الاوردر ببساطة، ما فيش اي مشاكل. ولو هتدفع بالفيزا ما بتدفعش اي مصاريف زيادة، لكن لو هتدفع كاش بيزودوا عليك 10 جنيه، والموضوع ده موجود في اي موقع عادي، بس عند سوق مثلا تدفع 15 جنيه. وانا بكلم خدمة العملاء بتابع معاهم او عندي اي استفسارات الموضوع بسيط، بيردوا عليا على طول ومتعاونين جدا، ما بحسش ان انا خرجت كده من او قفلت المكالمة وانا مش في حاجة مش فاهمها، لا اي حاجة بتسأل عنها واضحة ومفيش اي مشاكل في التعامل. طبعا ده مش فيديو مقارنة بين جوميا وسوق ونون والكلام ده كله، انا بس ايه لقيت موقع جديد لسه طالع فحبيت ان انا استفسر افهم يعني ايه في ايه الحاجة المميزة اللي بيقدمها، فدخلت عليه وقعدت اتفرج واشتريت. في الاخر لقيت الموضوع احسن من الباقيين في فرق سعر بسيط جدا، فقلت انا اولى بيه. طبعا بالنسبة لبعض الناس فرق الفلوس ده مش هيفرق معهم في حاجة، لكن انا احب اشجع الشباب واديهم فرصة كده ان هم يكتسحوا السوق. فطبعا نون دخلت التاريخ من اوسع ابواب، وطالما انا اتكلمت عنهم النهاردة
وبس كده. انا حقيقي سعيد يعني فكره الفيديو جديد يعني. لا حلو، فقولوا لي كده في الكومنتس لو تحبوا نعمل حاجه مختلفه بغض النظر عن المحتوى الانجليش اللي احنا بنعمله اللي هو بينزل كل يوم جمعه لو انت مش واخد بالك يعني، وتبقى حاجه جديده كده نفصل بيها وهي حاجه انترستنج بالنسبه لي ان انا اجربها. فاللي عنده اي اراء يسيبها لي في الكومنتس. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب عشان انت هتشوف حاجات حلوة، فلازم تعمل سبسكرايب وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.